أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيله. طبعا اليوم أنا راح أكون لحالي، وموضوعنا موضوع بصراحة أنا يعني موضوع شيق بالنسبة إلي، موضوع عبقرية المسلمين، الذكاء العبقري اللي كل مسلم يفكر حاله هو إنه أذكى الناس ودمه أنظف دم وهو العبقري الوحيد في العالم، وهو اللي مثل ما بقولوا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. يعني الفكر الشوفيني اللي عندهم، الفكر السادي عند المسلمين. على كل، يعني أنا بس حبيت أطرح الموضوع هذا يعني من خلال كثير أشياء لنشوف شو هو الذكاء اللي المسلمين يعني هن بتميزوا فيه، ليش بيعتبروا حالهم إن دمهم أنظف دم، ليش بيعتبروا حالهم أذكى الخلق. يعني لما تناقش مسلم بأي موضوع كان بتلاقي، خصوصا بالقرآن، يعني بالقرآن وبالسنة والأحاديث بتلاقي مثل الزئبق، ما بتقدر تلقطه من مكان بيطلع لك من مكان، بتقول له هالآية بقول لك لا هي منسوخة، هالآية لا جيب لك آية تانية. يعني إذا قلت له جبت له آية ضرب الرقاب بقول لك مثل ما شفنا هي النادية اللي هجمت على البرنامج في مقالة بصحيفة مصرية، بدأت في لكم دينكم ولي دين ونهتها بمن بدل دينه فاقتلوه. يعني لما تقول لهم حد الردة موجود بقول لك لا لك دينك ولي دين وهي القرآن بشهد. على كل، أنا بدي أبدأ بنشوف قبل ما أبدأ بأي موضوع، هو بدي أنوه بس أصدقائي، أنا راح أفتح سكايب يعني مباشرة، وفي شغلة القناة هي قناة جديدة، طبعا القناة القديمة أنا ما عم بقدر أسوي عليها بس مباشر من كتر الهجومات والتقارير اللي رفعوها الصلاعمة لليوتيوب، فمنعنا من البث المباشر. لذلك الحلقة هي راح أحملها تحميل على القناة القديمة، وبتمنى طبعا أنا راح أحط رابط القناة هي تحت الفيديو، أتمنى مشاركتكم طبعا. على كل أنا بس بدي أبدأ بمستوى التعليم الموجود في عند المسلمين. يعني الأمة الإسلامية يتبجحون أمة المليار ونص وأمة المليارين، ويعني تلت الإنسانية تقريبا. يعني إذا قلنا مليارين معناتها تلت الإنسانية، وإذا مليار وستمائة مليون يعني تقريبا كمان إيش تلت الإنسانية. فشيء طبيعي إذا كانوا أذكياء لازم يكون الجامعات لعندهم، يعني إذا هن تلت الإنسانية لازم تكون جامعات لعندهم هن أرقى جامعات، مستوى المعيشة أفضل مستوى معيشة في العالم. هذا شيء طبيعي، يعني إذا هن أفضل الناس وهن أذكى الناس وهن الدم أنظف دم، فمن الطبيعي نتيجة طبيعية أنه يكونوا هن بأرقى الأمم. يعني شيء طبيعي يكونوا بأرقى الأمم. طيب خلونا نبدأ بمسألة الجامعات الموجودة في عند المسلمين لنشوف. خلينا نشوف 100 جامعة الأولى، 100 جامعة الأولى مين؟ طيب طيب شايفين الشاشة قدامنا هون، الإديوكيشن من الجريدة البريطانية، الجرافيك. خلينا نشوف هون بس دقيقة واحدة. توب 100 وورلد يونيفرسيتيز سنة 2016-2017. طبعا اللي عاملينه لنشوف الجامعات، طبعا هون اسم البلد، اسم الجامعة،
يونايتد كيندوم، يونيفرسيتي اوف اوكسفورد، يونايتد ستيت. انا راح اقولهم بالعربي مشان يكون اسهل للمشاهدين. طبعا هي بريطانيا، امريكا، امريكا، بريطانيا، امريكا، 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 بريطانيا، سويسرا، امريكا، 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 بريطانيا، امريكا، امريكا، امريكا. كل هالجامعات هي ان الاول في العالم، 100 جامعه الاولى. امريكا، 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 كندا، امريكا، سنغافوره، امريكا، بريطانيا، اسف، امريكا، بريطانيا، السويد، الصين، سويسرا، المانيا، امريكا، امريكا، استراليا، الصين، كندا، امريكا، بريطانيا، اليابان، بلجيكا، امريكا، كندا، المانيا، هونغ كونغ، المانيا، استراليا، امريكا، هونغ كونغ. يعني شايفين شي بلد عربي؟ شفتوا شي جامعة عربية موجودة أو جامعة إسلامية، مبنى عربية يعني إسلامية؟ شي طبعا أمريكا، أمريكا، سنغافورة، بريطانيا، أمريكا، ألمانيا، أمريكا، أي نورثن آيلند، أستراليا، نورثن آيلند، طبعا إيرلندا الشمالية، إيرلندا الشمالية، يونايتد ستيت، بريطانيا، أمريكا، إيرلندا الشمالية، فرنسا، أمريكا، أمريكا، إيرلندا الشمالية، أمريكا، بريطانيا، هي جنوب كوريا، كوريا، أستراليا، ألمانيا، هونغ كونغ، إيرلندا الشمالية، أستراليا، ألمانيا، كل هاي يعني القائمة 100 تقريبا، وكلهم بريطانيا، كوريا الجنوبية، ألمانيا، فنلندا، اليابان، السويد، نورثن آيلند، إيرلندا الشمالية، ألمانيا، يونايتد كيندوم، بريطانيا، يعني السويد، دنمارك، سويسرا، أمريكا. شفنا، هل شفنا هي؟ هي the graphic الجريدة ودي education طبعا التقرير هاد top 100 world universities، يعني أول 100 جامعة في العالم 2016-2017. طيب نحن شفنا منه حتى ولو جامعة واحدة، يعني وين جامعات السعودية، جامعات مصر، جامعات سوريا، جامعات الباكستان، وين صاروا هالجامعات هاي؟ يعني إذا كنتوا أذكى الخلق وإذا كنتوا أبرع الخلق وأنظف الخلق وكل هالديباجات هاي اللي بنعرفها، طب ليش ما في فيكم جامعة واحدة بين هالمئة جامعة هاي؟ يعني جامعة واحدة تكون عليها القيمة وتكون بين هالمئة جامعة، جامعة واحدة. نحن ما عم نقول ثلث الجامعات لأنه أنتوا ثلث البشرية، بس للأسف الشديد أنتوا بس مثل ما قال ماغوط، يعني ظاهرة صوتية مثل الهليكوبتر، يعني صوتكم يجعر جعير وعلى الفاضي، يعني فلسفتكم هو بس التبرير واللف والدوران حوالي كل شيء. هي عبقرية المسلمين. طيب أنا بدي أروح على نشوف الجائزات النوبل، يعني نشوف قائمة المسلمين الحاصلين على جائزة نوبل. طبعاً هي من ويكيبيديا، لنشوف قائمة المسلمين اللي حاصلين على جائزة نوبل. هاي قائمة المسلمين الحاصلين على جائزة نوبل. طبعاً أنور السادات لما عمل اتفاقية السلام مع إسرائيل، شارك الجائزة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، ياسر عرفات كمان في سوى اتفاقية مع 2004 طبعا، هي
هاي شيرين عبادي كمان، هاي إيرانية، محمد البرادعي. يعني لاحظوا ولا واحد فيهم في جائزة بالعلوم، يعني نهائيا. اثنين سياسيين كلهم، هي بحقوق الإنسان الشيرين عبادي، السيد محمد برادعي سياسي كمان، محمد يونس اقتصادي من بنغلاديش، توكل كرمان هي ناشطة حقوقية يمنية، مالالا يوسف زاي باكستانية مدونة وناشطة، الرباعي الراعي تونسي بالحوار الوطني التونسي، عندك نجيب محفوظ روائي، أورهان من تركيا كمان روائي، طبعا نجيب محفوظ مصري معروف. في الفيزياء محمد عبد السلام فيزيائي باكستاني أخذ الجائزة 1996. في الكيمياء أحمد زويل الأخ مصري أخذ الجائزة 2016 ما أظن، يعني 2016 يعني اثنين بالعلوم، واحد اثنين بالرواية، وأربعة خمسة بالسياسة. كم واحد؟ خليني أعدهم، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12. الأمة الإسلامية يا ناس، يا هو الأمة الإسلامية اللي أخرج أفضل، كانوا أفضل أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأزكى أمة ودم أنظف دم. كم واحد؟ أنا نسيت عددهم بصراحة، يعني من كثر ما نكتار شيء يرفع الراس. يعني مليار ونص إنسان اللي أخذوا جوائز نوبل، اثنين بالعلوم فقط ليس أكثر، وكم واحد كمان بالسياسة، وكم واحد بالنشاط الحقوقي أو شيء من هالقبيل. هذه الأمة الإسلامية، الأمة المليار ونص، ويدعون يعني بيجيك الواحد بعمل حاله فيلسوف وهو ما عرفان راسه وين محطوط، يعني بيلف وبيدور بيلف وبيدور، مثل الأخ تحسين يعني من شوي نقول له نجيب له آيات من قرآنه، آيات إرهابية، الشيخ بيجي بيقول لك لا هذا مو هذا من هو دي هو جيبه قوده لك شو بقى. شوف خليك دايركت، خليك بالموضوع. عم نقول لك قرآنك بيقول لك وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل، والشيخ العزام بيقول لك انه نحن إرهابيون ومرعبون والإرهاب فريضة في ديننا. تجي انت بدك تساويها تلف وتدور بشان تبرر هالإرهاب هذا. طيب كل كم هالإرهاب هذا اللي شايفينه نحن بالشرق الأوسط، يعني عداك عن داعش، جبهة النصرة، أحرار الشام، أحرار البطيخ، حزب الله، والحشد الشعبي، كل هدول أحزاب دينية، كل هدول يقتلون على الشاشات واستعملوا القرآن. طيب كل هدول يعني هل من المعقول عم بيجيبوا من جيب أمهم يعني هدول الأحاديث والقرآن؟ الشيخ اللي يطلع لك الشيخ الأقصى هذا اللي بيطلع بكل وقاحة بيقول لك في بعض المشايخ بيقولوا إنه سلمية سلمية، هو ما عاجبه كلمة سلمية، ما عاجبته كلمة سلمية، بده إياها دم. إن لم يقاتلوك فاستعن بالله وقاتلهم. كل هذا ما أنك شايفه يا تحسين أو أي مسلم موجود. طيب خلونا نشوف اليهود اللي حصلوا على جائزة نوبل.
هاي قائمة اليهود اللي حاصلين على جائزة نوبل. خلينا نعدهم بصراحة. يعني المشكلة بول فان هايس من ألمانيا، هو هنري بيرجسون فرنسا. خلينا نعدهم صراحة لأنه الأسماء بالكتابة عربية واللفظ بيكون شوي سيء. على كل خلينا نعدهم، نحن عدينا شهر 9 10 12 واحد أظن بالدول الإسلامية. خلينا نعدهم، هدول الحاصلين على جائزة نوبل هم من أصل يهودي. طبعا واليهود معروفين، يعني باسرائيل في 10 15 مليون 20 مليون، وخلي برا يكون كمان 30 مليون، يعني خلي يكونوا 50 مليون، وما اظن يعني العدد يكون العدد 50 مليون. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 هي 60 61 62 هي ألبرت أينشتاين طبعا ال 62 نيلسون 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 هي 100، هي لسه ما وصلنا قلنا بسم الله مثل ما بقولوا. هي 100 101 102 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 اي 121 واحد 121 يهودي حاصلين على جائزة نوبل للسلام. خلينا نشوف قائمة العرب. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. العرب تسعة، العرب تسعة، اليهود 121، المسلمين طبعا يتضمن العرب 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 12 واحد، ان المسلمين 12، المسلمين 12، يعني 3 من برا الدول العربية وفي تسعة من الدول العربية. 121 يهودي، 121 يهودي حاصلين على جائزة نوبل للسلام. فتصوروا يرعاكم الله الفرق الحضاري اللي يتبجحوا المسلمين انهم خير أمة اخرجت للناس. وشفنا نحن 12 واحد 12 واحد اخذين جائزة نوبل، اثنين منهم فقط في العلوم والبقية كله سياسة ورواية، اثنين كمان
ونشاط حقوقي وشيء. اليهود 121 جائزة نوبل، يعني اليهود اللي عددهم كله ما بيطلع بالكرة الأرضية كلها، إذا حسبتهم عديتهم واحد واحد ما أظن يطلع فوق 30 40 مليون، يعني ما أظن هي يكون جاوزنا. يعني نحن كلنا بنعرف إسرائيل فيها كم مليون، إسرائيل كلها 6 7 ملايين، 10 20 مليون، وخلي 20 مليون برا يا سيدي، 30 مليون برا، هاي 50 مليون. بس انتو يا أمة المليار ونص، 12 جائزة نوبل للسلام، 2 منها للعلوم، الإسرائيليين 121. وإذا أنا ما عديت قديش في العلوم، يعني إذا نعد للعلوم كمان نشوف شو قد في فرق. ويا ريت، أنا بصراحة أنا بدي أعدهم قديش بالعلوم في هي. طبعا خليني أسوي شير للسكرين ونعدهم سوا أصدقائي. قائمة اليهود الحاصلين على جائزة نوبل، أنا بس بدي أشوف العلوم، غير أشياء ما هو مشكلة نعيفة، لأن المسلمين بمليار ونص جائزتين في العلوم. هون بالأدب ما لي علاقة فيها، خلينا الكيمياء 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 هاي بالكيمياء 23، كيمياء 20 23، او خلينا نكمل 23 لانه الطب كمان من العلوم، 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 هي 40 41 42 43 44 45 46 51 51 هي بالطب والكيمياء. نشوف الفيزياء 52 53 54 55 56 57 58 59 هي 60 61 62 63 64 65 66 67 69 هي 70 71 72 74 75 76 77 78 81 82 82 83 84 85 86 87 شو 87 بالعلوم، 87 جائزة، 87 جائزة بالعلوم اليهود، والمسلمين جائزتين. يعني شد الفرق، طبعا هي للسلام مالنا فيها، الاقتصاد كمان مالنا فيها. طيب هذول هن، يعني هي 87 جائزة في العلوم اليهود اللي عدد لا يذكر بالنسبة لأعداد المسلمين اللي هن أمة المليار ونص، أمة البطيخ مبسمر والحكي الفاضي هذا، واللي شاطرين بس باللعي والقري والتلفزيونات بيطلع لك الإعجاز العلمي. طيب إعجاز علمي طالعوا لنا شيء إعجاز ياخذ جائزة واحدة نوبل للسلام، اللي يطلع بهلول النجار هذا الدجال هذا اللي يضحك على الملايين، خلي يساوي لنا شيء شغلة ياخذ فيها جائزة نوبل للسلام، بدل ما يكتب الخرافات. ولقوا قناة جزيرة، قناة الإخوان المسلمين الأولى، يعني بكل وقاحة، يعني هي أشهر قناة عند العرب، يعني منتشرة أكثر انتشار قناة موجودة على مستوى العالم العربي هي الجزيرة والعربية. تجي الجزيرة تقول والله نظرية التطور
غير مثبتة علمياً بادعاءات بهلول النجار. طيب إذا كنتوا لهالدرجة واثقين من نفسكم، شيلوا لنا شيء إعجاز وخذوا فيه جائزة نوبل بدل ما العرب، وهن العرب هدول الاثنين دارسين في جامعات بريطانيا وأمريكا وجامعات غربية، خلينا نقول ما نتذكر بالضبط أي جامعة، ولكن جامعات غربية ما ندرسين عندكم بجامعاتكم اللي بتهوي، اللي شفنا 100 جامعة، أول 100 جامعة في العالم ما فيها ولا جامعة إسلامية، ولا جامعة إسلامية ما فيها، أول 100 جامعة ما شفنا التقرير، و 2016-2017 ولا جامعة واحدة إسلامية. طبعا الجوامع الإسلامية ما هي فاضية للعلوم، فاضية بس لتحليل بول البعير وتحليل دراط ماجستيرات دراط والفسي، يعني شعب الله الدراط، أنتم شعب الله الدراط بكل معنى الكلمة. لو كنتم غير ذلك كان شفناكم بين جامعات العالم. على كل إن أنا في كنت محضر شوية أشياء بدي أعرضها بهالفرج عبقرية المسلمين لأي مجال، يعني وصلت لنشوف أول نشوف التعليم صراحة. يعني أنا هون في موضوع عجبني كتير حبيت أشارك أصدقائي فيه. خلونا نشارك الشاشة مع بعض. هون أسباب نشوف الزوجة، هاي تعليم الإسلامي طبعا، مثل ما واضح أكيد تعليم شبه جزيرة الحيوانات، مع اعتذاري للفهمانين لأصحاب العقول. يعني أسباب نشوذ الزوجة، تختلف الأسباب التي تدفع المرأة إلى النشوذ. نعم تفضل أفحمنا. فمنها ما يرجع إلى الزوجة، أكيد أنا لأنه ما واضح ما مكمل الكلمة هون. ومنها ما يرجع إلى أسباب خارجية. فمن الأسباب التي ترجع إلى الزوجة سوء التربية الزوجة، يعني بيت أهلها ما يمربي، يعني بهالمنطق هذا، يعني بدي يقولوا لك انه بيت اهله ما يمربى، لازم تتربى ببيت اهله. سوء تربية الزوجة وتدليلها في منزل اهلها، بالضبط يعني جيتها مدللة كتير، يعني مشان هيك بتنشز. يعني المرأة لازم ما تكون مدللة، شو هذا الدلال تروح عن بيت أهلك. وبالفعل بيت أهلها إذا كانت مدللة، يعني بتجي عن بيت جوزها بتنش نشوز، كيف بتصير بالعامية ما بعرف. وعدم تربيتها على الأخلاق الشرعية وضعف تدينها بعدم النظر إلى الصلة بالزوج وطاعته على ألف طاعة الله ورسوله. طبعا أكيد مكملين. طيب السبب الثاني، جهل الزوجة بالحقوق الشرعية الواجبة عليها تجاه زوجها. يعني المرأة اللي بتشنز اللي بصير مع نشوز، خلينا نقول تكون جاهلة بالحقوق الزوجية الشرعية الواجبة عليها تجاه زوجها. شو هي الحقوق الشرعية؟ طبعا كلنا بنعرفها، لازم تعبد وتصلي له، لازم ما تقول له لا بأي كلمة حتى. غرور الزوجة وتعاليها على زوجها بسبب الجمال أو المال أو الحسب والنسب وغير ذلك. يعني الزوجة بتكون مغرورة وتتعالى على زوجها بسبب جماله أو المال أو الحسب وغير ذلك. هذا هي تعاليم، هي تدرس، هالأشياء تدرس في مدارس المسلمين، وبدكم إياهم يطلعوا أول جامعات. لا بتفلسفوا علينا، بيقولوا لنا نحن خير أمة أخرجت للناس، أتفه أمة في التاريخ.
طيب، تعلق الزوجة بما تراه من مظاهر دنيوية عند الآخرين، والسعي يعني اللي بتشوفه مثلا، والله أختي اليوم عندها مثلا جوزة مشتري لها شغلة، فالزوجة هون بتطلع انه والله أختي ليش عندها هي، أنا ما عندي. أسباب نشوز الزوج، أنا بصراحة لسه ماني قريان هاي. عدم تحقق الإحصان الكافي للزوج بسبب كبر سن الزوجة مع ذهاب جمالها. يعني إذا كبرت وراح الجمال، فالزوج يعني مسكين، يا حرام هاي كبرت، لازم يعني يطلقها، أو مثل ما فعل نبيه طبعا، ولازم يصير معه نشوز يعني مشان ينشز. انقطاع ولدها وعقمها مع شغف الزوج بالولد، يعني إذا انقطع النسل أو بطلت تجيب المرأة، يعني ما بيكفيك كل الأولاد اللي جابته، إذا انقطع خلص لازم ما يطلع عليها. يعني شو بدك تحكي سوء خلق الزوجة. شوف يعني أسباب النشوز الزوج، يعني ما في أسباب تانية، سوء خلق الزوجة. يعني الزلمة شريف ما ممكن يكون عنده سوء أخلاق، إلا الزوجة هي يكون عندها سوء أخلاق. يعني كل شيء سيء بيكون بالزوجة، كل شيء قبيح بيكون بالزوجة. هي التعاليم لهالدرجة عباقرة وفلاسفة، ما شاء الله العلماء اللي عم بيطلعوا منكم عم شرشروا وشرشرة من السماء، عم يجوا العلماء. عندكم كتاب البطيخ، كتاب الله فيه كل شيء. مشان هيك شفنا عدد العرب اللي ياخدين او المسلمين اللي ياخدين جوائز في العلوم، من 2 مقابل 87 واحد اسرائيلي يهودي، اذا حطيناه بين المسلمين واليهود. لنشوف الثقافة، الجرايد الإسلامية شو بتكتب وشو بتطالع وشو. تعالوا نشوف أصدقائي، على كل هي الصورة صغيرة شوي لكن شاركها سوا، أكيد ممكن نقرأ فيها أقل شيء. طبعا هذا العريف الدجال، كلنا بنعرف العريف الدجال أبو الغدة اللي نسيت اسمها. العريفي: لا تجلس البنت مع أبيها إلا بوجود أمها. يعني تصوروا يا جماعة، الشيخ الدجال هذا النصاب الواطي الندل عم بوصي الناس إنه يشكك الأب. يعني لو ما هو ندل وواطي بي 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 يعني بيشتهي بنته، ما كان فكر هيك تفكير إلا بوجود أمها. حذر الداعية الشيخ محمد العريفي حتى من فتنة البنت لأبيها، وقال أن هناك من الفتيات الشابات من تجلس أمام والدها ويكون جسدها جميلا، وترتدي ملابس ضيقة وتظهر صدرها مثل ارتداء البلوزات القصيرة والبنطلونات ضيقة، فهي شاب وأبوها أبوها شاب. من الممكن أن يتحرش بها إذا سلم عليها أو قبلها أو ضمها، مضيفا ربما يؤدي يؤثر يؤريه الشيطان لبعض الأمور. جاء ذلك في استطراد العريفي، طبعا ما نكمل الصفحة، البقية بالصفحة 65. على كل يعني شو هالأخلاق هاي اللي الشيخ عم بيحذر إنه الأب ما يبرك مع بنته. طيب شو من إيش جاي هالأفكار هاي؟ يعني هل اجت من عبس؟ يعني هالأفكار هاي لو هو ذات نفسه
ما بيفكر ببنته ما كان مستحيل يعني تطلع معه هيك. القدوة الحسنة يعني هالأفكار هاي ما بتجي عن عبس. القدوة الحسنة نبيه لما دخل على خيمة مرت ابنه زيد، هاي زينب بن جحش، لما دخل عليها المرأة ببيتها عم تتحمم لا أحم ولا دستور، دخل عليها شافة عارية فورا قال سبحان مقلب القلوب، يعني الله تبعه هذا العرصة اللي فوق القواد اللي فوق، فورا قلب له قلبه لمحمد، وسواء من العفة النبوية إلى شهوانية الشيطانية خلينا نسميها، اشتهى مرت ابنه. لذلك بتلاقي هالواطي هذا العريفي يعني شيء ما هو جايبه من جيبه، هو جايبه من التراث الإسلامي النجس هذا، انه يقول والله البنت لازم ما تبرك مع ابوها. لك اي ندل، اي ندل ابن ندل بيشتهي بنته مهما كانت بالزلط يعني، واذا كانت بالزلط انا معقول، معقول معقول لهالدرجه والندل هذا اللي يتبجح بانه اذا قريت على الماء اشياء جميلة مثل القرآن مثلا تتغير البلورات ولا تتغير البطيخات تبع المي. هاي عبقرية المسلمين، هاي عبقرية المسلمين للأسف الشديد. على كل إن نشوف شيء تاني ممكن نشاركه أصدقائي. لنشوف واحد تاني كمان من عباقرة المسلمين. يعني شوف التفكير الإسلامي لوين، يعني هلا أنا بس بدي أفرجي التفكير الإسلامي لأي مدى منحط إلى أبعد الحدود. لنشوف هذا الأخ اللي مخترع علم جديد، أنا يعني أنا أتعجب كيف هالشخص هذا ما قدم لجائزة نوبل. خلي يصيروا ثلاثة يعني من المسلمين في العلوم. لنشوف الأخ هذا اختراعه الجديد، الشيخ الدكتور علي الربيعي، الخبير الدولي في العقليات. يا جماعة انتوا بعمركم سمعتوا بعلوم اسمها العقليات؟ هاي براءة اختراع كاتبها لحاله، براءة اختراع في انعاش العقل ومضاعفة الحفظ والاستيعاب الى 100 ضعف. يعني نحن مثلا بدنا نسوي عنده دورة في العقليات الحفظ والاستيعاب الى 100 ضعف. حافظ كتب امهات الحديث التسعة، حفظانه بصم الزلمة، فمساوي علم جديد، مؤسس علم العقليات النمسا، لان عن ابو النمسا اللي حوتك. مؤسس علم العقليات، يا جماعة انتوا سمعتوا شيء بعلوم العقليات؟ بس بدي اشوف اصدقائي اذا في عندكم تعليقات على اليوتيوب، اذا ما حاطين اي تعليقات اشوف. بس علم العقليات بس هيك اكتبوا لي علم العقليات يا شباب. سمعانين شو بعلم العقليات يا جماعة؟ صديقنا جوردن عم بقول العريفي معه حق ولا يلام. يا جان هل سمعت بالإحصائية اللي تقول أن أكثر من 62% من أطفال السعودية تعرضوا للاغتصاب الجنسي من قبل الأقارب؟ أكيد أكيد. علم العقليات، بدي بس تعلقوا لي على علم العقليات يا جماعة. علم العقليات يعني هي بصراحة مثل ما قال براءة اختراع لهذا هذا الشيخ البطريخي هذا. اخ دعوا لنشوف يعني العبقرية اللي عند المسلمين، العبقرية عند المسلمين اليوم كلاتنا بنعرف بمزارع هولندا، مزارع البقر
بحطوا لهم بيتهوفن مشان الحليب يكتر. نحن لنشوف القدوة الحسنة شو حيطين. خلينا نشوف سواء هالتفاهة هاي الموجودة. دايا بس أسوي شير للسكرين كمان. يا جماعة شوفوا، قال رسول البطيخ: استماع الموسيقى يورث قسوة القلب. يعني تسمع للموسيقى بتصير سفاح، يورث قسوة القلب. بس استمعت للموسيقى انت صرت سفاح. شفتوا العلوم، شفتوا الفهم، شفتوا العبقرية. ولا وحاطينا قارمة على باب، ويعني بشر من هذا العصر يؤمنون بهالخرافة هاي، بهالتفاهة هاي. بشر من هذا العصر يؤمنون بهالتفاهة هاي. شو رأيكم إن الموسيقى تورث قسوة القلب؟ يعني كان محمد ليل نهار عم بسمع موسيقى لحتى سوى كل هالمجازر هاي. على كل، خلونا نشوف شغلة تانية كمان. نشوف أصدقائي طبعا أنا السكايب، آسف يعني أنا راح أفتح سكايب وبتمنى مشاركاتكم. السكايب مفتوح هلا، بتمنى مشاركاتكم وبتمنى يعني تعليقاتكم، ويعني نشوف هالعبقرية هي اللي ما بعد عبقرية من عند الأخوة المسلمين. خلونا نشوف هالأفندي. طيب جانو، طيب أول ما نشوف جانو. تفضل حبيبي جانو. تحياتي حبيبي جان. أهلين جانو. جميع طبعا هذا الموضوع كتير شيق. أولا بالنسبة لل علماء أو حاصلين على جائزة نوبل العرب أو المسلمين. أنا فقط أحمد زويل المصري، ما بعرف شو خلفيته، بس عالم الذرة الباكستاني هو من طائفة الأحمدية في باكستان، فهو مرتد وكافر. على كل الأحوال كلنا مرتدين بالنسبة لبعضنا، يعني حتى زويل هذا مرتد بالنسبة للشيعة. المصري هو تعانوا أنه هو كافر، فما بقى فقط أحمد زويل ما بعرف شو. وبالنسبة لملالة هذه البنت الباكستانية اللي الطالبان راحوا ضربوا في طريق المدرسة. صح. فالبقية أنور السادات أخذ بيس نوبل برايس مشان اتفاقية السلام كامب ديفيد مع إسرائيل. صح. وش اسمه؟ ياسر عرفات أخذ نفس الشيء في سنة 94 مشان نفس السبب، إنه سوى عملية سلام مع إسرائيل. صحيح. مع كل هذه القائمة الطويلة لعلماء اليهود، طبعاً كان لازم تكون في عالم ثاني موجود فيه هو سيغموند فرويد، بس سيغموند فرويد لأن أصاب بمرض السرطان فمشان هيك ما أخذ. وهو يعني غني عن التعريف، وهو مؤسس علم التحليل النفسي. طبعا المشكلة مع كل هذه الأشياء والمفارقات اللي في حدا دائما بيجي في الغرفة اسمه عشق آزادي، هو عنده انفصال في الشخصية ومنافق وكذاب، وما عم بيشوفنا احنا كنا مسلمين مخلفيات مسلمة وجايين صرنا ملحدين، وبيجيب ناس ما بيعرفوا أي شيء عن الإسلام. يمكن عندهم دوافع، بنت صارت مسلمة. الأوروبيين ما عندهم هيك شيء، يعني لما بتحبك الحب هي أهم شيء في الحياة. بالضبط. الأشياء الثانية تجي كتير أشياء ثانية بالنسبة لهم. لما بتحبك خلاص هذا أهم شيء في حياته، أنت صرت أهم شيء في حياة هذا الشخص إذا كنت ولد أو بنت. صح. والمسلمين دائماً كيف يستغلون هذا
الوتر الحساس. بس لما مثل هذا الجندي لما نكتشف انه غزوه اوطاس صارت هيك راسا ارتفع عن الاسلام، لما قرا وعرف الاسلام هيك قال انا ملحد ما عندي اي ديانه. ليش؟ لان عرف اصولكم وعرف فهم البشر اللي انتم عايشين فيها. بالضبط بالضبط. يعني المشكله يا جانب تعرف انه اغلب اللي بيدخلوا بالاسلام يا اما بيدخلوها بالسجون، هاي باوروبا يعني بيدخلوا بالاسلام بيدخلوها بالسجون، يا والاغلبيه الاكثر وحده بيجي واحد من هالمسلمين هذول ما عرفان يعني شيء من الاسلام اصلا غير التقديس الوراثي الاعمى، بيجي بقول لا انا ما بقدر اتجوزك الا تدخل الاسلام. طب علمني الاسلام. طبعا عن محبه بيعلمها الاسلام، صلاه وصيام وخلص الشغلات الطقوسيه هي. فبتدخل الاسلام بعد سنتين ثلاثه بتطلع اخلاقه بتبين كلها على محك. يعني انا شايف كثير حالات هيك، واغلب كل الحالات صدقني كل الحالات اللي تزوجوا شفتهم بعيني اصدقاء من بعيد ومن قريب كلهم طلقوا بعد ما بتطلقوا تركت الاسلام. يعني وكلها مصلحه، يعني مصلحة كلها مصلحه بدها شيء معين من هذا الشخص. بالضبط. والانتشار الانتشار اقول لك شغله، انتشار شغله ثانيه، في انتشار الاسلام هلا اللي صرعونا فيه وكله حيش السامعين مثل الضغط على البلاط. انتشار الاسلام هذول اللاجئين اللي عم بفروا من بلادهم هذول بسموهم انتشار. يعني والمشكله هو ناسي انه جميع في كثير مسلمين بيخرج من الاسلام. ما بيبقى هذا ما بحكوا فيه المرتدين عن الاسلام، ما بحكوا فيه الملايين اللي عم ترتد عن الاسلام، ما بحكوا فيه. يعني تقارير مو من هلا، تقارير من 2007 شفناها على الجزيره ذات نفسها بقرقيزيا ومرقيزيا ودول جنوب اسيا كلها عم ترتد عن الاسلام، كان للمسيحية كان للالحاد، المهم عم تخرج من هالدين النجس هذا، عم تتخلص من الدين. مثل ما بينت يعني الفرق بين العلم وبين الخرافه هلا تبينت، يعني تبينت طبعا الاحاديث العنعنه والاشياء المنطقيه اللي طول في عمر البشرية، اللي بنى البنايات توصل لنطحة السحاب، اللي وصل بالطائرات والقطارات انه خلال ساعة واحدة تقطع 400 في قطار في يابان 407 كيلومترات في ساعة واحدة. تخيل 407 كيلومتر في ساعة واحدة. بتعرف جانو الله في كتير افكار بده يبخشوا الارض، يعني من باستعمال قوه الجاذبيه من اي نقطه بالعالم، مثلا خلينا نقول من نيويورك للصين، تاخذ معه المرحله 40 دقيقه فقط، هي باستعمال جاذبيه الارض ذات نفسها. يعني حتى بالانترنت هلا الواي فاي راح يغيرونها للايت LI5، يعني راح تصير بسرعه الضوء. يا سلام. ولسه اللي بيشربوا شفاف الجمل والبغله طارت، وما كانت بغله، اكبر من الحمار واصغر ما بعرف من شنو حصان، شنو هذا؟ بين البغلة والحمار على أساس هيك أنا يعني هذا البراق، هذا اختراعات العرب، هاي اختراعات العرب حبيبي، هاي اختراعات المسلمين. يعني كان محمد لازم ياخذ أول جائزة نوبل في الطيران. أرجو الجميع أنه يقرأوا وهم الإله لأستاذنا ريتشارد دوكنز، أرجو من الجميع أنه يقرأوها، بعدين راح يفهموا أكثر وأكثر. وتحياتي لكم وبحبكم. تحياتي جانو، شكرا كثير حبيبي على الاتصال.
ما بعرف إذا في عنا أي أكيد لا. على كل إن أصدقائي أنا أشجعكم، يعني صحيح ما عنا غير يعني 12 مشاهد، ولكن بتمنى منكم أصدقائي إنه تتصلوا على 12 شيء يعني تقوون الحلقة. وطبعا مثل ما قلت أنا راح أنزل الحلقة هاي مباشرة بعد ما تخلص على القناة الرئيسية. القناة الرئيسية للأسف الشديد ما بقدر أسوي عليها بث مباشر، فمن هون البث المباشر دائما راح أعمله. وبتمنى من أصدقائنا المتابعين إنه ينشروا هالقناة هاي، وخلي تسرع وتيرة المشاهدات فيها. وعلى كل إن سأبقى أنزل بالقناة القديمة التسجيلات. وفي شخص سألني إنه ليش التشتت بالقنوات؟ بصراحة هي ما تشتت، ولكن تقارير المسلمين الصلاعنة للأسف الشديد يعني شيء مخزي، ما بقدروا يقاوموا بالفكرة فبلحقوا التقارير، وإذا كنت موجود قدامهم طبعا بلحقوا القتل والأشياء هاي، لأنه ما عندهم حجة يواجهونا فيها. على كل إن خلونا نشوف أشوف إذا في أي وجدي غنيم كفر أحمد زويل. طبعا يعني ما في حدا. الأخ هون فيليت إيس عم بيقول وجدي غنيم كفر وأحمد زويل، طبعا بكل تأكيد يعني هدول هن المشايخ الإسلام. مين ما كفروه؟ ابن سينا ولا الفارابي ولا مين يعني مين ما تكفر؟ ولا أظن صار في مشكلة في السكايب. أنا يلا خلونا نشوف طيب خلونا نشوف الجرائد، جريدة من الجرائد. طب رجع السكايب منيح. يعني بس بدي اشوف عبقرية المسلمين هاي. انا حطيت الفكرة هاي عبقرية المسلمين، نشوف شو المتداول عند المسلمين، شو اللي هو اللي يفكروا فيه، كيف طريقة التفكير. خلونا نشوف هون بجريدة من جرائد المصرية. فتوى: يجب على زوجات الرجال الأعمال أن يرضعن السائق والطباخ والسفرجي ليحرموا عليهن. هاي 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 الجرائد الرسمية، الجرائد الموجودة في العالم العربي. هذا حديثة. طبعا شفنا كثير كمان إنه الأزهر يوقف تعليم أكل لحم الأسير، والأزهر يتوصل أخيراً إلى أنه الإضراط لا يفسد الصلاة. هي الجرائد الرسمية هي بتكتب هيك، فهي طريقة تفكير البشر اللي عنا. يعني بالجرائد الغربية بنلاقي خبر ناسا مكتشف كوكب بالمجرة الفلانية، أو صاروخ بعتوه للمريخ واكتشف مياه متجمدة على سطح المريخ، وأشياء كلها علمية، أخبار أغلبها علمية. فلان الطبيب الفلاني اكتشف شغلة للسرطان، ونحن جرائدنا: يجب على المرأة أن ترضع السائق والطباخ مشان يحرم عليها، أو الأزهر يعني اكتشف أخيرا أن الضغط لا يفسد الصلاة. هاي الجرائد المتداولة. فشوفوا عبقرية المسلمين، عبقرية المسلمين أنه جامعات مثل جامعات بني سعود يشغلوا عقول ومبالغ ضخمة في سبيل بس يبرروا
ويطالعوا انه والله الاشخاخ الجمل مفيد بعض الامراض، وشفناها نحن ندوات على الجزيره. ليش؟ والله فلان مساوي بحث وكله كذب، يعني ما في نتيجه حقيقيه، بس بالحكي والمنشورات. هذا كل اللي بقدروا بسووه. اما يجي يطبقوه، يعني وزاره الصحه السعوديه ذات نفسها رفضت انه تعمل ادويه على اساس الابحاث، بس مشان شو؟ مشان يثبتوا انه الاسلام دين من عند الله، بالكذب بالنصب بالاحتيال ما عندهم مشكلة، بس بشان يثبتوا انه الاسلام دين من عند الله. شو 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 الفكرة؟ يعني شو الفكرة؟ يعني انا احيي اخوي طه لما مناظرته مع جورج، قال اول 10 دقائق قال انا اعطيها لاخوي جورج العشر دقائق الباقية، لانه انا ما بقدر يعني ابدي ديني على الحقيقة. يعني طب خلونا نشوف أشياء أخرى، أشياء أخرى. أشياء أخرى من ثقافة البدو هذول. طيب لنشوف ثقافة البدو العبقرية اللي صرعونا فيها. لوين وصلت هالعقل المسلم؟ أي مدى تفكيره لوين؟ يعني أنا الصورة هاي اليوم شفتها على الفيسبوك. طبعا مثل ما شايفين نوح، الأنبياء عليهم السلام أتوا كربلاء ليعزوا في مصاب واستشهاد الحسين. هذا نوح، لا وشايل واحد شايل له أرمى أنه هذا نوح. يعني معقول بهالزمن هذا؟ يعني وصل فيكم تفكير لهالمرحلة هاي؟ وتدعوا نفسكم انكم شوفوا جموع الناس الملتفين حوالي هالخرافات هاي، شباب كلهم شباب، يا حيف هالشباب هذا راقد ورا هالخرافة هاي. يعني كيف ما بدنا نكون في مؤخرة الناس إذا شبابنا بهالتفكير هذا؟ الأغلبية الساحقة الموجودين شباب، الأغلبية الساحقة الموجودين عم بيقدسوا الخرافة هاي الشباب. نوح أفندي جاي يعزي في مصاب الحسين، كيلو الشحمة بفرنجين. يعني وين العقول يا جماعة؟ وين العقول؟ وين العقول؟ معقول يكون هذا مستوى مليار ونص من هال. في الأخ موسى عم بيقول يا أخ ليش تضل تحكي على البدو وأنا بدوي وأخذت على خاطري. طيب خود على خاطرك وخود معك كمان اللي بدك إياه، يعني وخود اللي بدك إياه، يعني شو أعمل لك؟ أنتوا هيك خربتوا بيوتنا، دمرتوا أوطاننا، وبدك إياني ما أحكي يعني مشان ما تأخذ على خاطرك أنت يا سيد موسى؟ بلادنا تدمرت، ما عفتوا فيها شيء من هالثقافة الصحراوية البدوية. يعني فكر حالك إذا أنت بدوي شغلة كتير كويسة، يعني قبائلي عشائري شيء كتير يعني ترفع راسك فيه، غير التخلف شو فيه يعني عند البدو؟ بدك إيانا نصير بدو كمان؟ بدك تاخذ على خاطرك خذ على خاطرك، خذ على شو بدك كمان، يعني ما في اي مشكله. يعني انا الكلمه بدي اقولها
لنشوف تفكير البدو هذا لوين وصلنا. شوف معاملة الطفولة، الطفولة كيف بيعاملوها. لنشوف الطفولة بتعليم الطفولة، يعني مشان نشوف عبقرية المسلمين خلونا نشوف الطفولة كيف تتعامل وكيف تبدأ الطفولة. شايفين الطفولة سكينة عم بيجوا بيجرحوا له راسه، الطفل المسكين مرعوب، الحيوان هذا ماسكه وحيوان تاني عم بيجرحه. شو الآلام اللي عم بيشيلها الطفل هذا برأيكم؟ كم الألم اللي عم بيشيله الطفل هذا المسكين هذا اللي ما بيعرف شي في الدنيا، سكينة بنص راسه. شو انتو حوش انتو، يعني شو صنفكم، شو تصنيفكم من الكائنات؟ يعني ما شفت وحش من الوحوش يعمل في ضناه هيك، في نسله هيك، لولا هالدين هذا القذر هذا اللي خلى الإنسان يصل لهالمرحلة هي. هاي عبقرية المسلمين وصلت لهالمرحلة هاي. الناس عم تطلع عم تفكر كيف تبني مستعمرات بالفضاء الخارجي، وهن مسكين طفل وعم يجرحوا له راسه. بشان شو؟ بشان الحسين الخرى الكبير مات من 1400 سنة، حط راسه واندفس. الحسين على كل في هاي صورة أخرى كمان. هاي صورة تانية، الطفل المسكين هذا شو ذنبه هذا؟ بيقول لك الإسلام ليس دين إرهابي، لك دين شو؟ دين دماء. الإسلام دين معزز بالدماء، دين الشر، دين الدماء. لفرجيكم كمان الدين الدماء وين. شايفين؟ ما شاء الله ما شاء الله، يعني دين ما فيه، دين سلام، دين محبة، دين محبة. هالدم الأحمر هذا كله تعبير عن المحبة والسلام، عبارة عن محبة وسلام. كل هالدم هذا عبارة تعبير عن المحبة والسلام. طيب لنشوف، وشو علاقة البدو بالتطبير؟ على كل إن أنا ما عندي وقت بصراحة أجي أشارك بال، أو أصدق يعني أنا أجادلك بالبدو. البدو إذا أنت فهمان علي شو على مين عم بحكي، أنا عم بحكي على الثقافة البدوية اللي الثقافة الإسلامية الصحراوية اللي دمرتنا. فأنت كيف بدك تفهمها فهمها، ما عندي مشكلة يعني بشان مشاعرك أنا ماني مستعد أغير أفكاري يعني. تفضل سيد مصطفى. موسى تفضل. مساء الخير أخي سام. مساء الخيرات، أهلا وسهلا. كيف أهلا وسهلا، أهلا وسهلا موسى، تفضل حبيبي. يعني شوف أنا أتفاعل عليك يا أخي جاد. تفضل. يعني هلا حتى عم تحكي عن البدو، عن البدو يعني عارف كيف؟ البدو ما له علاقة بانتشار دين الإسلام، ولا بنشر رسالة، ولا بنشر أي شيء. أنت بتعرف على أي بدو عم بحكي أول شيء؟ يا أخي جنبالي ما أعرف بعد إذنك. البدو هم أقل الناس في سوريا متدينين. أسمعك تفضل. سامعني؟ سامعك تفضل. شوف أخي جل، أنا يعني بدوي متحضر مثل ما يقولوا، صحيح أنا يعني نحن يطع علينا البدو. لا حبيبي أنا ما عم بحكي على البدو اللي موجودين سكان حتى أنا يا حبيبي يا موسى أنا ما عم بحكي على البدو الموجودين عنا بسوريا ولا موجودين بالأردن ولا
هدول جماعه مساكين، جماعه يعني مثل ما بقول الله يعينهم، خلينا نقول هيك بهالكلام. انا عم بحكي على الثقافه البدويه اللي اجتنا من الصحراء، على الثقافه البدويه اللي جابها محمد، هذا انا عم بحكي عليه. البدو البدو شيء البدو محمد بدوي اخي جان محمد بدوي طبعا. لا ماله بدوي حبيبي، انا ما عم بحكي البدو كشعب، انا ما عم بحكي عليه، الثقافه البدويه الصحراويه اللي اجتنا من مكه والمدينه، هذا اللي عم نحكي عليه. لما نقول بدوي، لما نقول الثقافه البدويه اللي نحن يعني بشكل طبيعي بنقصد فيه الثقافة الصحراوية المحمدية الإسلامية، يعني البدو الموجودين عنا بسوريا ولا بالأردن ولا فلسطين بهالمناطق بلاد الشام، هدول ما لهم علاقة نهائيا ولا 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 يخطر على بالي أصلا إنه أقصد هدول. أخي جاد أنا ما بدي أضيع لك وقتك، تفضل موسى عم بسمعك. جانا ما بدي ضيع لك وقتك ويعني تروح برنامجك على يعني إشي ما بيسوى، عارف كيف يعني. بس البدو هي عبارة عن عادات وتقاليد، لنا يعني طائفة ولنا حتى قومية. بالضبط صحيح. والبدو صدقني يعني أنا مو عشان يعني بدوي، البدو معروفين يعني موجودين بالجزائر، موجودين بليبيا، موجودين بمصر. تعرف انه البدو لا بيتدخلوا لا بسياسه ولا بيتدخلوا بدين ولا بيتدخلوا بشيء خالص. وانا هاي اول مره يعني بطلع يعني على عبر قناتك وبحكي على كثير. انا بدي احكي لك عني انا يعني اذا في مجال يعني. تفضل. يعني انا تعرفني من زمان، يمكن انا من زمان كنت ما راح حكيت معك هيك وحكيت لك انه انا يعني يعني علمت الحادي وتركت الدين الاسلامي من فتره طويله يعني مو جديد، بس يعني كنت مخفي يعني ما كنت احكي لحدا. كنت احكي لبعض اصدقائي الاثق فيهم، هم بياخذوها عن طريق يمكن يفكروني ممزح او غيره يعني ما بياخذوا جدي. انا بالنسبه لي احكي لك عن عائلتنا، يعني ابي وعائلتنا وعمامي. أنا ما شهرت لهم شيء، بخاف من رد فعلهم أو غيره، بخاف يزعلوا مني. بس تعرف إنه عائلتنا وعمامي أربعة ما في ولا واحد يصلي، ولا واحد، ولا يدخل بسياسة ولا يدخل، كل واحد بنتهي بشغله وبنتهي، واللي عنده أغنام ولساته ساكن بالبرية كمان يعني في عندهم بيوت بحلب كمان يعني ويدرسوا، والولاد عمي في منهم جامعيين عارف كيف. بس لا بيتدخلوا بسياسة ولا بيتدخلوا بدين ولا يعني إذا تحكي لهم بدين أصلا ما بيفهموا بالدين. نو أعرف أنا عندي أصدقاء من البادية. لك يا حبيبي أنت فهمتني غلط، أنا الموضوع هذا كله مو على بالي أصلا. يعني سكان البادية شيء والثقافة البدوية اللي عم بحكي عليها شيء آخر بختلف كليا، ما له علاقة بالثقافة الموجودة بالبادية بسكان البادية. بس لا أنت حكيت عم تقول محمد والإسلام بيجوا عن طريق البدو. لا على كل البدو اللي كانوا موجودين، الفكر البدوي او البداوي اللي كانت موجوده من 1400 سنه اكيد بتختلف كليا عن البداوي الموجوده حاليا. وانا ما قصدي نهائيا السكان الباديه الموجودين حاليا، يعني انا قصدي يعني انا هلا لما عم بحكي على مثلا الشيوخ مثل الحويني، مثل حسان، مثل يعفور، مثل العريفي، هدول سكان بدو، هدول ما ولدوا بالمدينة كبر المدن يعني. البوطي هذا اللوطي ولا كل هدول، يعني أنا أحكي على هدول من سكان المدن. أنا ما عم يعني صدقني أنت فهمتني كومبليتلي غلط يعني.
طب انا بشكرك اخي موسى كثير على الوقت هذا، شكرا كثير، وانا بتمنى مشاركاتك، وبعتذر اذا فهمتني غلط انت، شكرا لك. طيب خلينا نشوف اشياء اخرى من جماعة الله رجع البدو، لا مو جماعة البدو، جماعة المسلمين، التعاليم الإسلامية مثل ما بقولوا اللي أبدعوا فيها ويعتبرون عباقرة. هاي سكاكين مثل ما أنا شايفين أطفال، وشايفين الدماء، يعني للأسف الشديد الطفل هذا الدم على ظهره، وهي كلها سكاكين، يعني تجرحهم يضربوه على ظهورتهم في سبيل الحسين اللي ما اندفس، حط راسه من 1400 سنة. يا حيف واحد شو سميهم وحوش. هالأطفال شو ذنبهم؟ هالأطفال لما يكبروا بيصيروا إرهابيين، يعني بكل سهولة بيصيروا إرهابيين، بكل سهولة بيصيروا إرهابيين. يعني إذا هالأطفال هدول تربوا هيك، يعني شو تتوقع منهم؟ يطلع لك بحوث مثلا في الجينات، ولا يطلع يقدم بحوث في الذرة، ولا يطلع يقدم بحوث في علم الفضاء؟ الطفل هذا بده يكبر يصير إرهابي بكل بساطة، يعني بكل بساطة بده يصير إرهابي. يعني وبيقولوا لك الإسلام ما له علاقة بالإرهاب. طيب هذا شو هذا؟ هذا مو من مسلمين هدول كلاتهم، من مسلمين اللي قاعدين عم يتفرجوا على هالأطفال هدول شو ذنبهم؟ بدل ما يكونوا بالمدارس يتعلموا علوم حقيقية، علوم مي، علوم زائفة. بدنا نشوف. أنا بصراحة هالصورة هاي ما فهمتها، يعني ممكن واحد يعبر لي عنها؟ خليني أسوي لها شير ونشوف هالكلب هذا. أنا كلب رقية يا شباب، حدا يفسر لي إياها. بتمنى منكم شباب تفشروا لي إياها على قولة عادل إمام حفشره. يعني أنا كلب رقية، وطبعا في مقابيله الشيخ عم برقي يظهر ولا شيء من القبيل. على كل اللي أنا بس بدي أشوف التعليقات، بلكي أحد منكم أصدقائي المتابعين يفشر لي إياها التفشير الفشورائي، نشوف إذا في حدا مفشرها. رقية بضم الراء، رقية. يعني شو القصد؟ أنا بصراحة ما فهمت أخي جوردن إيثيست. رقية بضم الراء شو قصده؟ يعني شو قصده أنا كلب الرقية؟ يعني جانو تفضل جانو. جانو معك. اسف على الازعاج، بس يظهر هذا اول شيء المنافق رجع اشبه زاني، هذا المنافق الكذاب رجع. فبكي عندي المعلق السكايب انه انت شخص كذاب، انت ما بتشوفنا، احنا كنا مسلمين يعني وصرنا ملحدين وحطينا نبيك في الزباله، ليش ما تجيبني انا كمثال؟ ليش تجيبني؟ يظهر اسف السكايب عندي علق وراح يرجع يفتح. اسف كثير جانو، السكايب كثير كان معلق. انا راح اتصل فيك جانو.
عراقي أزاد. وبالفعل يعني عراقي أزاد من الكذب إلى الكذب إلى الكذب، يعني فلان أسلم وفلان أسلم، قطز فيهم في إسلامهم. يعني أنا بس بدي أعرف لو تقدر بس عراقي أزاد، يعني أتمنى بس تقدم دليل، تقدم غير هالنقاش، غير هالتفاهات، هي فلان أسلم وفلان حط وفلان شال وفلان. صار مليون تعليق، ويا ريت تعليق واحد مفيد، يا ريت تعليق واحد مفيد. أنا ما شفت تعليق واحد مفيد من عراقي أزاد، أشاكي أزاد ولا أشاكي أزاد، ما بعرف شو رب دينه. على كل، أنا راح أتصل فيك أخي جانو، آسف بس السكايب شوي سوا معنا مشاكل. الو، فيك الصوت؟ تفضل تفضل. بالنسبه لرقيه اعتقد انه بنت الحسين لما رقيه بلكي بيناتهم قتلوها، فهذا الشيء صاير كلب رقيه. ايوه، شكرا شكرا جانب، هلا فهمت رقيه. وبالنسبه بس المسلمين، يعني سؤالي لكم، السنه والشيعه لما تعاركوا على مود انه على مود مين اكثر اسلاما على الثاني، ولا تعاركوا بعضهم مشان انقلاب عسكري مشان السياسه والسلطه مشان الديانه تعاركوا؟ مشان السلطة واضح، يعني وهن واضح كافي. للأسف الشديد أخوي، للأسف الشديد، يعني إن أصلاً عشق أزادي، يوم من الأيام راح أشوفك أنت نفسك راح تقول إنه كيف كنت بفكر هيك، كيف كنت، كان عقلي نايم وأنا جسمي كان صاحي. لا بدي أقول لك كيف كنت حمار. أنا ما بدي أنزل. المهم هذا هو مداخلتي حبيبي، وكافي نفاق وكافي كذب يا عشق أزادي. عشق أزادي، ايوه انا فكرت عراقي أزادي شوي، ما تاخذني العتب على النظر، يعني انا ما قدرت. عشق أزادي يعني عاشق الحرية. اذا كان عشق الحرية هيك وانت عبيد للوثنية، عبيد للخرافة، فكيف تكون إذا كان اسمك عشق للعبودية، كيف كنت راح تكون؟ لنشوف عاشق أزادي حلقة 18. يوسف ما بعرف بطيخي من لندن بالقرآن اهتديت. من يريد منكم من ديني فسوف يأتي لك طز في هالدين. هذا عاشق أزادي، انت ما نك عاشق غير العبودية. عاشق العبودية، هذا عاشق أزادي. الأزادي كتير بعيدة عليه، عاشق العبودية ليس إلا. يعني على كل بتشكرك كثير اخوي جانو حبيبي، تحياتي لكم وبحبكم. تسلم تسلم يا طيب، شكرا شكرا كثير لك حبيب جانو. طبعا بدي اشوف اذا في عندي اي شيء اخر. لنشوف يعني اشياء كثيره بصراحه حابب اطرحها بعبقريه المسلمين، يعني شوف عبقريتهم لاي درجه من العبقرية وصلوا. تعالوا نشوف موضوع علمي بحت، يعني مشان هيك نشوف المسلمين عدد جوائز النوبل ما عم تنتهي. خلونا نشوف هذا. سليمان بن إبراهيم: السعوديات يرفضن القيادة، كلنا يعلم أن قيادة السيارة تتعرض لمطبات واهتزازات، وبذلك الاهتزاز يهز فرج المرأة وتثار شهوتها، وعندها تقع بالمحظور. يا سلام على الاختراع الزرة هذا. يا سلام على اختراع الزرة اللي أبهر الكون، أبهر العالم، أبهر العلماء، الكفار، الزنادقة. قياد كلنا يعلم، ما يعني تصوروا، مو هو يعلم فقط، كلنا يعلم،
يعني مو يظن، مو كلنا يعلم أن قيادة السيارة تتعرض لمطبات واهتزازات، وبذلك الاهتزازات يهز فرج المرأة. ولك أنتوا وين عقولكم غير فرج المرأة؟ غير في طيسكم؟ عقولكم وين وين؟ عقولكم موجودة في طيسكم؟ يهز فرج المرأة وتثار شهوتها وعندها تقع بالمحظور. يا السلام، شوفوا العلوم. مشان هيك الأمة الإسلامية في مقدمة الأمم، يعني مثل ما بقولوا الحضارة صنعوا، وكل الناس عم تتهاجم على حضارتهم، عم تتآمر على حضارتهم، على العلوم اللي قدموها للإنسانية، على العلوم اللي شايفين ناطحات السحاب بالقاهرة وبالسودان وبالصومال وبسوريا وبالعراق، الجامعات اللي عم تنافس. شايفين نحن شفنا 100 جامعة، شفت شي جامعة غربية كافرة منهم؟ كلهم جامعات سعودية وجامعات سورية وعراقية وصومالية وأفغانية وباكستانية. هاي عبقرية المسلمين بهال، يعني عطوني يا مسلمين يلي هذا عاشق أزادي المنافق الكذاب عاشق العبودية، عطيني اختراع واحد من دولة إسلامية، هات لأشوف. أنا بقول لك شو الاختراع الواحد اللي طالعوه المسلمين، اخترعوا الخازوق، هذا اللي طلع معهم. يعني ما في كل أمم الأرض غير المسلمين، الخلافة العثمانية اللي كانت موجودة بعصر النهضة. عصر النهضة اكتشفوا الكهرباء، اكتشفوا البخار، يعني القطار يمشي على البخار طبعا، الميكانيك البخار وهالاشياء هاي، واكتشفوا اشياء حتى وصلوا للبترول. بكل هالاختراعات هاي الدولة العثمانية اخترعت الخازوق، وما بتعرف شيء غير الخازوق، ما اخترع الشيء الثاني غير الخازوق. هذا اللي اخترعته الدولة العثمانية، الخلافة الراشدة، خلافة رسول الله. طيب نشوف شيء ثاني غير بصراحة شيء مخجل بصراحة، شيء مخجل، يعني شيء بوطي الراس لما تقول واحد خليتونا مثل ما بقول نوطي راسنا ونمشي. صار واحد يستحي يقول أنا من سوريا ولا أنا من فلان دولة، بصدق شيء بيوطي الراس. أنتوا بتوطوا الراس، أنتوا بتوطوا الراس. خلونا نشوف هذا. اللهم يا عزيز يا مكار، لا تمكر بنا في بيتك يا خير الماكرين. هذا هو إله مكار. يعني تصوروا الإله اللي عم تعبدوه يا عاشق أزادي، إله مكار، إله نجس قذر، يمكر بالناس. ولا هذا الحيوان، اللهم يا عزيز يا مكار. طب كيف عم تعبد واحد مكار؟ يعني في غير الشيطان مكار؟ في غير الشيطان طبعا بالمفهوم الخرافي، يعني انا لا اهتم بهالالفاظ هاي، ولكن هل هناك مكار غير الشيطان؟ يعني مين بمكر غير الشيطان؟ انتوا عم تعبدوا الشيطان، يا عباد الشيطان، يا مسلمين انتوا عباد الشيطان، انتوا عباد الشيطان. عباد الشيطان انتم. لنشوف
إبداعات أخرى من إبداعات المسلمين، عبقريات المسلمين، من العبقرية اللي خربوا بيتنا فيها. لو يجي الله منعوه في الحسين، يعني شوفوا، ديانة ما هي وثنية نهائيا، ديانة ليست وثنية نهائيا. لو يجي الله منعوه في الحسين، إذا كعب الحسين عرش الله. هدول جماعة الشيعة يعني أبدعوا، ما شاء الله أبدعوا. لو يجي الله ما يعوف الحسين، لو يجي الله ما يعوف الحسين. بدي أشوف الإبداع الإسلامي لوين وصل، الإبداع الإسلامي. تعالوا نشوف الأخ اللي في قمة الحزن، الأخ عم بياخذ سيلفي إنه عم بيبكي. تصوروا يا جماعة، يرعاكم الله، تصوروا عم بياخذ سيلفي، يا جماعة أنا عم ببكي. شوفوا النفاق، شوفوا التدني المنحط في التفكير. بيعتبروا حالهم يعني بشر، بدهم ينافسوا الغربيين. ولكن الغربي إذا ماشي بالشارع وفي تلفزيون عم صور، ما بيطلع بشاشة التلفزيون، ما بيطلع بالكاميرا نهائيا، بيمشي ولا كأني في شيء. نحن وكلاتنا شفنا لما بكون مذيع او عم بيساوي مقابله بالشارع، بتلاقي مثل الوحوش اللي تموا حواليه، وكله بده يطلع بالكاميرا، ما شايفين دنيا. انتم يا مسلمين ما انكم شايفين دنيا، شويه وحوش طالعين من القرون الوسطى، فتحتوا عينكم شفتوا تكنولوجيا، يا ريت تعرفوا تستعملوها. يعني الوحوش شلون كيف بدها تستعمل التكنولوجيا غير بالدمار؟ صلعم افندي، محمد نبيكم الندل، شو قال؟ قال: لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. بصراحة في عندي صورة، يعني بدي أشاركها معكم أصدقائي. كل هالدول هاي، يعني في شيء أعرفه وفي شيء ما أعرفه بصراحة، يعني أنا ما لا أعرف كل هالأمور هاي. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالملحد الزنديق عم بيقول له لصلعم أفندي: لن يفلح قوم صدقوا كلامك. وهذا يعني زبدة الكلام. كل هالدول هاي ما فيها دولة إسلامية، كل هالدول هاي دول ناجحة، يعني بغض النظر بعض الدول فقيرة أو يعني ما، لكن يعني ألمانيا بذات نفسها ولوا أمرهم امرأة ونعم الامرأة. بريطانيا حاليا اللي أنا فيها ولوا أمرهم امرأة ونعم الامرأة، وأمريكا جاي على الطريق لتكسر رؤوس المسلمين دائما، جاي على الطريق. هيلاري كلينتون راح تكون امرأة. يعني كل هدول كانوا فاشلين، وهذا محمد، يعني فرجيني دولة واحدة نجحت. كل هالدول الإسلامية 57 دولة أظن، أي دولة ناجحة؟ السعودية في دراسات بول البعير، نجحت في دراسات بول البعير. الصومال مثلا ولا أفغانستان ولا قطر، هاي اللي قد الفستيكة، هي صار معها شوية مصاري
وبدأوا بالمؤامرات بين كل الناس. فرجيني دولة ناجحة وكلهم في حولة ما شاء الله المسلمين من المحيط إلى الخليج، وكل دولة إسلامية لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وانتوا بشو فلحتوا؟ بشو فلحتوا؟ فهموني بس، بشو فلحتوا؟ باغتصاب الأطفال، بالنصب والاحتيال. كل دول الإسلامية النصب والاحتيال شيء طبيعي، شيء مقدس عندهم، شيء روتيني. روح شوف الفساد، يعني في أختنا سناء زايرة بمصر والكلام اللي تحكيه على الفساد الموجود بمصر، يعني شيء عجيب غريب. تفنن بالنصب والاحتيال. وأخيرا وليس آخرا، بدي أشارك الصورة هي لنشوف عبقرية المسلمين. الصورة هي غاب الأسد فظهرت الكلاب. يعني شوفوا العبقرية عند المسلمين. هالندل هذا اللي فوق، هالندل هذا اللي قتل شعبه، اللي جاب الويلات لشعبه، اللي كان يخوف شعبه بس بنظرة واحدة، اللي طالعوا الأمريكان مثل الضفدعة من تحت الأرض، مثل الجردون، مثل الحردون، طالعوا داسوا على رقبته، سموه أسد. قام طلعوا الكلاب، إن الكلاب يعني حاشا الكلاب، الكلاب أشرف من هالجوز اللي تحت، ولكن ثلاثتهم أنجس من بعضهم، ثلاثتهم أحقر من بعضهم، ثلاثتهم أندل من بعضهم. يعني يا حيف في أشخاص بسموا هالندل اللي فوق اللي دمر شعبه، قصف شعبه بالكيماوي، دمر، دخل حرب 9 سنوات في سبيل شو؟ في سبيل شو؟ سنة شيعة، والحرب مستمرة لحد هالساعة هي. يعني الحرب المعاصرة خلينا نقول بين السنة والشيعة ابتداها الكلب هذا، عفوا أنا حاشا الكلب، الندل هذا اللي بسموه صدام حسين، مسمينه أسد. يعني في لحد هالساعة هي أندال أو أغبياء، بصراحة لا ليس أكثر ولا أقل، أغبياء بسموا هالندل هذا أسد. لك لو أسد، شفت أسد بمسكوه بيدوسوا على رقبته الكفار؟ عن أي أسد عم تحكوا؟ عن أي أسد عم تحكوا؟ عن أي أسد عم تحكوا؟ كل واحد لسه بسمين كبع حاله حيوان، شكل واحد النميري، واحد فهد، واحد أسد، واحد خرايح، إيش السامعين. هل أندال هدول اللي خربوا بيوتنا، شردوا شعب، سمون أسودة؟ أسودة على شو؟ أسودة على شو؟ على كل أصدقائي، أنا بدي أختم الحلقة هاي، وأسف إذا طولت عليكم الحلقة. يعني بس بدي الناس هاي توعى حاج، يعني بلادنا تدمرت لقيمت، يعني وبعدين قيمت منفيق مثل هذا عاشق أزادي، عاشق أزادي، عاشق طبعا بالعربي بتعرفوه، عاشق أزادي بالكردي هو واضح أنه شخص كردي، أزادي يعني الحرية، عاشق الحرية ويؤمن بتحقيق
تفاهات بخرافات، يؤمن انه الجحش بيطير، ويؤمن انه محمد كان يحكي مع الحجر. في حجر بحكي يا حلو، في حجر بحكي، في حجر له لسان ينطق، بيحكي مع الكليب وبيحكي مع جحيش. فكروا شوية يا مسلمين، فكروا فكروا. يعني أنا شو جاييني أقعد هلا ساعتين وأتم أحكي، أحكي صوتي بح من كتر ما أحكي، لو مو هالجرح اللي جواتي هذا اللي خلاني أخسر وطني، أخسر أهلي، أخسر ناسي. يعني أنا كتير فرحان جاي قاعد عم بحكي هيك، وصلي ساعتين عم بحكي وأسب وأشتم بهالقذر هذا محمد الكلب، محمد الندل. يعني أنا بقدر أترك كل شيء وأهتم بحياتي، وما بدي كل هالترهات. يعني كم المسبات اللي عم تيجي أنتوا شايفين بالتعليقات، يعني اسألوا نفسكم ليش هالإنسان هذا، ليش هالإنسان عم يحكي هيك؟ ليش؟ لو ما من قلب مجروح وجرحي كبير، ما بقعد بعذب حالي، بعيش حياتي مثل كل هالناس، بساوي مصاري وسفرة هون وسفرة هون، وعيش حياتي مثل كل بقية الناس. ولكن للأسف الشديد أنا لما بحكي هذا من جرح، جرح عميق. خسرنا أهالينا، خسرنا أوطاننا، ماتم بمدينتي، ماتم حجر على حجرة. من وراء شو؟ من وراء هالإسلام الندل. يعني كنت عم بحكي مع أخت قبل الحلقة، وقالت لي إنه كنت كاتب منشور على الإسلام. فهدول الجماعة اللي بيقولوا إنه العلوية من إسلام، شخص علوي شاف منشور ضد الإسلام، أنت عم تكتبي على الإسلام وأنت كافرة وأنت يعني شيء طبيعي من المسلمين، كان علوي كان سني كان شيعي، يكفر كل شيء ينقض الإسلام. واللي شايفينه علوية على سنة وعلى خبط ببعض، شو العلوي بده خلافة الأمويين بالشام تكون له؟ طبعا مستلمينها هلا وما بيعيفوها، والسنة بده يسترجعوها. يعني أيام الحسين الندل الكبير ما أخذوا الشام، هلا أخذوها دمشق. يعني يا ريتهم بنوا معلم فيها. يعني أكثر شيء وصلوا له هو الجامع الأموي، الجامع الأموي كان كنيسة سووا كجامع. يعني سوريا الحضارة، أعطيني معلم واحد بنوا المسلمين. يعني أشهر معالم سوريا مثلا قلعة حلب، مين بناها؟ آثار تدمر، مين بناها؟ المسلمين. المسلمين شفناها آخر شيء فجروها. النظام مثلا العلوي ما خلى أسواق حلب كلها دمرها، داعش آثار تدمر شو بقي فيها ما بعرف، يعني بالضبط شو بقي فيها ما بعرف، بتواطؤ من النظام العلوي. ما نسألين أصلا، ما نسألين أصلا على البلد، ولا على البلد الأسد أو نحرق البلد. يعني هذا كان شعار بني علو من أول، من بداية الأحداث. لن أسميها ثورة لأنه الثورة كانت كم شهر فقط، بعدين انقلبوا عليه إخوان الكلاب، إخوان المسلمين، وصارت بين علوية وسنة، وهلا راح تتقسم، وهلا لسه على الحرب مطولة معنا. شو قد ناس كنت
شو قد ناسكم شردوا، شو قد أطفال دا تموت بهالحرب هاي، مشان شو؟ مشان والله كلب اسمه حسين واسمه علي، وهل هالكلاب هدول هالأندال العصابة هاي شوية جرابيع قاتلوا من 1400 سنة ونحن عم ندبح بعضنا بشأن. عم ندبح بعضنا بشأن، عم ناكل لحوم بعضنا بشأن. والعقول هاي نايمة في العسل مثل ما بقول، عسل نايمة ولا سائلة أصلا، يعني ما مفكرة شو القصة، شو ليش نحن عم ندبح بعضنا، مو شغال العقل. أخي موسى بدك تحكي معي بعد الحلقة بصراحة يعني أنا طيب، ما في مشكلة، على كل حال ما في مشكلة، مع أنه صدقني وقتي ضيق كتير، يعني وقتي كتير ضيق، فأنا راح أحكي معك بس ما راح أطول معك، ما بوعدك أنه أطول معك بالحلقة كتير قبل بالحديث قصدي. طيب أصدقائي أنا بعتذر على الإطالة، ومثل ما قلت الحلقة هاي راح أنزلها بتحميل على القناة الأساسية، وبتمنى من كل الأصدقاء اللي موجود بهالقناة هاي إنه يوزع القناة على الأصدقاء، وحتى الناس تقدر تتابعنا وتقدر تشوفنا. القناة جديدة، القناة القديمة أنا من كتر الريبورتات الصلاعمة المجانين ولا الأغبياء ولا ما بعرف شو أسميهم بصراحة، وشفنا عبقريتهم، ما بقدر أسوي بس مباشر، فلذلك التجأت لها القناة هاي، وبتمنى من أصدقائي الاشتراك فيها وتوزيعها حتى بوقت البث المباشر يشوفونا أكثر عدد ممكن من الأخوة المشاهدين. على كل حال أنا راح أنزل الحلقة هاي على القناة القديمة، وراح أحط رابط القناة الجديدة هاي تحت بالديسكريبشن تحت الفيديو، وبتمنى من اصدقائي اللي بيشوفوا على التسجيل يشتركوا بهالقناه. طب شكرا لكم كثير، واسف للاطاله، الى اللقاء في حلقه قادمه. على فكره في بكره معنا الاخ سامي التونسي في حلقه بعنوان العبوديه وملكات اليمين بالاسلام، ويوم السبت في معنا الاخ كريم العبادي في الجزء الثاني من الغزو العربي الإسلامي، ويوم الأحد في عنا مناظرة بين الأخ تحسين العراقي وأخ ليث الكوسري، وطبعاً جاي حلقات أخرى اثنين وثلاثة وأربعة. وعلى كل إن أنا بشكركم كتير وشكراً للمتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء.